السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنتكلم على الويب ديفلوبمنت. يلا بينا كده نكريت أول بروجكت ويب جافا، جافا ويب طبعا مش جافا بس، لا جافا ويب ويب أبلكيشن. نيكست هنسمي ماي فيرست مثلا سيرفلت. نيكست أنا يهمني الحتة دي أوي، مكتوب عندي سيرفر بلس فيش سيرفر 4.1. ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي البروجكت بتاعي متقسم جزئين صح؟ عندي فرونت اند عندي باك اند. طيب حلو الكلام. الفرونت اند ده اللي هو الديزاين، الصفحه العاديه اللي انت بتشوفها، الديزاين اللي بقى موجوده عندك على البراوزر، عندك انت ككلاينت. حلو، يبقى لما اقول براوزر يبقى ايه؟ كلاينت. طب حلو، الباك اند انا مثلا عايز اروح اجيب حاجه من الداتابيس، فبرجع للسيرفر خلاص بشوف بعمل كود معين، بناء على الكود ده ببدا اجيب الحاجه بتاعتي مثلا من الداتا بيز، ببدا اوصلك لصفحه معينه. يبقى اذا الحاجه بتبقى خارجه من عندك من على البراوزر خلاص عن طريق ال HTTP بروتوكول، ريكويست بيترد عليك بريسبونس. عشان اعرف اديل مع ال HTTP بروتوكول واديل مع الريكويست والريسبونس انا محتاج حاجه اسمها ويب سيرفر. ويب سيرفر ده عباره عن ايه؟ سوفت وير بيبقى موجود على الماشين اللي هي هتبقى السيرفر بتاعتي، عشان تقدر تديل مع مين؟ مع الريكوست والريسبونس. هتلاقي عندك حاجه اسمها الجلاس فيش، هتلاقي الاباتشي توم كات خلاص. عادي استخدم فيهم اي حاجه مش هتفرق معايا. كونتكست باست خلاص ده اسم البروجكت بتاعي، الباست البروجكت بتاعي تمام. ماي فيرست سيرفر. طيب ندوس فينيش. بمجرد ما كريت البروجكت، ادي البروجكت اهو عامل لي على العلامه بتاعت الكره الارضيه اللي هي علامه الويب يعني خلاص، وكريت لي صفحه اتش تي ام ال. صفحه الاتش تي ام ال دي بتلاقيها في الويب بيجز اسمها اندكس دوت اتش تي ام ال. الاتش تي ام ال زي ما اتكلمنا عليه قبل كده هو عباره عن تاجات. ادي التاجات بتاعت الاتش تي ام ال خلاص، جواها هيد وبود. الهيد ده ممكن اعرف فيه حاجه زي التايتل، ممكن استخدم فيه حاجه زي الجافا سكريبت خلاص، الناس بتاعتي اللي انا ممكن اعمل لها كول. ممكن ان انا احط ريفرنس مثلا لسي اس اس فايل، لجافا سكريبت فايل تمام. كل ده اقدر احطه في الهيد. البادي ده بيبقى الكونتنت بتاع الصفحه بتاعتي. طيب جميل جدا. يعني لو عملت ران هلاقي مكتوب ان التايتل بتاع الصفحه تو دو سبلاي تايتل. يعني ممكن نكتب هنا سيرفلت مثلا سيرفلت، ونكتب هنا ماي بادي، نعمل رن. اهو فيرست سيرفلت التايتل وادي البادي بتاعي. طب جميل، يلا كده نعمل حاجه زي بتاعت الفيسبوك اللي هو اللوجن وال اللي هو مثلا عندي اليوزر نيم والباسورد، وبدوس على زرار اللوجن يروح يعمل لوجن او ريجستر مثلا او اي حاجه يعني. فبنعمل حاجه اسمها فورم خلاص، ادي الفورم بتاعتي. اي حاجه في الدنيا ليها قفله وليها فتحه. دي طريقه ان انا اهو بنفس الطريقه كده، ادي فورم ام سوري، وادي القفله بتاعتها زي ما انتم شايفين. طيب جميل جدا، حلو الكلام. يبقى ادي الفورم. الفورم دي هيبقى جواها ايه؟ جواها ليبل اسمه مثلا فيرست نيم، بص مجرد ما هعمل القفله اهو جاب لي القفله بتاعتي. طيب دي طريقه ان انا اقفل بيها، ممكن اعمل كده. بس قبل ما نتكلم عن الطريقه اللي ازاي هنقفل بيها، هنتكلم عن حاجه في الاول اسمها الانبوت. ادي الانبوت اهو. طيب الانبوت ده ممكن يكون ايه؟ انا عايز اعمل تكست فيلد مثلا خلاص، زي ما كنت بعمل في الويندوز ابلكيشن اللي بكتب فيه اليوزر نيم وبكتب فيه الباسورد. فبكتب هنا التايب بتاعي ده تكست. معنى كده ان انا لو غيرت التايب هيبقى حاجه ثانيه؟ اه، لو كتبت سبمت هيبقى زرار. طيب النيم بتاعه اللي هو الريفرنس بتاعي ليه؟ خلاص انت مش كنت بتقول تكست فيلد مثلا تكست ايكوال نيو تكست فيلد، او تكست 1 ايكوال نيو تكست فيلد؟ ولما كنت بتحب تتعامل مع التكست فيلد ده كنت بتكتب تكست 1 عشان تعرف تريفرنس التكست فيلد ده؟ طب حلو جدا، هنسميه احنا هنا فيرست نيم.
وادي وتقفل بالطريقه دي، تروح عامل كده على طول سلاش وتروح قافل. حلو الكلام، ناخد الاثنين دول كوبي بيست. بس قبل ما اخدهم كوبي بيست عايزين نروح عاملين كده بي ار دي عشان تنزل لي سطر من تحت، ما يبقاش الاثنين لازقين في بعض. طيب جميل، حلو الكلام، ناخد السطرين دول كوبي بيست ونعمل اثنين تاني كمان زيهم ونسمي ده لاست لاست نيم اهو، وهنا الريفرنس بتاعي ال نيم. مش جميل، ممكن نعمل دولار انبوت ونعمل. طيب بتاعي هيبقى ايه؟ طيب بتاعي هيبقى سبمت، ده معناه ان هو ظروف فاليو، ده الاسم يعني التكست اللي بيبقى مكتوبه على الظروف، اسميه مثلا ريجستر او لوج. ليش ريجستر؟ مش انا ريجستر. طيب تعالى نعمل ران كده، هنيجي نقف على الفايل اهو، ران فايل اهو، فيرست نيم لاست نيم خلاص. طيب حلو الكلام، والزرار بتاعي مكتوب عليه. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز لما ادوس على زرار اللوجن خلاص، المفروض لما ادوس على زرار اللوجن هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما هيخرج من عندي ريكويست اروح اكلم فيه السيرفر بتاعي اتش تي تي بي ريكويست يرد عليا بريسبونس، يا اما انا بتكلم عموما لما ادوس على اي حاجه في الصفحه، مش يعني مش بتكلم على زرار اللوجن، هو طبعا اكيد اللوجن ان انا هكلم السيرفر، او ان انا هيحصل حاجه عندي على الصفحه بتاعتي في الفرونت اند من غير ما ارجع للباك. اديني مثال لوجن، ده انا كده لازم اكلم السيرفر لان انا هروح اتشيك اليوزر نيم والباسورد دول مثلا موجودين في الداتا بيز ولا لا. طيب مثلا حاجه على اليوتيوب زي شو مور او شو ليست، الكومنتس بتاعتك، هو رمى الحاجات كلها عندك على الصفحه بتاعتك، هل انت عشان تشوف بقيه الكومنتس محتاج تروح تكلم السيرفر عشان يجيب لك بقيه الكومنتات؟ اما تدوس شو مور وما تدوس شو ليست الكومنتات ما تشوفهاش، فتحتاج تكلم السيرفر؟ لا خلاص، كل الكلام ده بيتهندل بالجافا سكريبت عندك في الفرونت اند، تمام؟ فده انت مش محتاج تكلم فيه السيرفر. طب انا هنا عايز اكلم السيرفر، فعندي طريقه عشان اكلم بيها السيرفر، وهي مين؟ السيرفلت اللي هو موضوع النهارده. يلا بينا نتكلم على السيرفر. عشان نكريت السيرفلت، هو جافا فايل خلاص عباره عن كلاس جافا بيتكلم بحاجه اسمها اتش تي تي بي ريكويست. طيب نيو سيرفلت، ام سوري مش اتش تي بي، مش اتش تي تي بي ريكويست، اتش تي تي بي تقريبا كلاس. هنشوف دلوقتي هنسميه سيرفر كلاس مثلا، هو كلاس عادي جدا، ندوس نكست. اللي يهمني دي قوي، الحته دي مهمه، لازم تقابل الانفورميشن في الديبلويمنت. طيب ايه هو الويب اكس ام ال او الديبلويمنت ديسكريبتور ده؟ هقول لك دلوقتي، ندوس فينش، نبص بقى على الديبلويمنت ديسكريبتور بتجيبه ازاي. تروح على فايل، فين ماي فيرست سيرفلت اهو، بتروح على ويب، ويب انفو خلاص، ادي ويب اكس ام ال. بمجرد ما انت بتقول له اد، يروح رايح حاطه هنا مباشره، يبدا يعرفه في الاكس ام ال فايل. طيب يقول لك ان هو اسمه سيرفر كلاس، ماشي تمام، ده الكلاس بتاعي موجود هنا، بيبقى الباكج بتاعته. هل انا عرفت باكج؟ لا انا ما عرفتش باكج، فبالتالي كتبه مباشره سيرفر كلاس. طب لو انا كنت معرف باكج مثلا اسمها ويب، هيروح جاي هنا وكاتب ايه؟ ويب دوت سيرفر كلاس. طيب فائده الكلام ده ايه؟ فائده الكلام ده عشان لما اجي اعمل مابنج، يعني هقول الشكل انا اهو صح، ادي صفحه الاتش تي ام ال بتاعتي. لما ادوس لوجن خلاص، انا بقول له روح على السيرفلت الفلاني، فانا لازم يكون متعرف عندي في الويب دوت اكس ام ال، بيشوف هل هو موجود عندي. اه طب عشان اعمل له مابنج بروح له ازاي؟ هو اسمه سيرفر كلاس، فهروح على الباكج اللي اسمها مثلا ويب دوت سيرفر كلاس، تمام. طيب جميل جدا، بص برضو عشان تبقى واضحه، تعالى نعمل ديليت ده خالص عشان نبقى شغالين صح.
نعمل باكج نسميها ويب، نيجي هنا في الباكج نعمل سيرفلت، هنسميه سيرفر كلاس ويندوز هيكس اد انفورميشن تو ديبلويمنت سكريبتو فينيش. نروح على فايل، بص ادي ويب دوت اكس ام ال. يبقى لما هيعمل ماجن هيروح فين؟ هو اسمه سيرفر كلاس، عشان نروح له هيروح لمين؟ للويب دوت سيرفر كلاس، الباكج اللي اسمها ويب موجود فيها السيرفر كلاس. طيب جميل جدا، نرجع تاني للسيرفر بتاعي. احنا قلنا بيكتب مين؟ اتش تي تي بي سيرفر. طيب حلو، ال اتش تي تي بي خلاص نفسه المسج اللي موجوده جواه عباره، عندي مجموعه من المسج اللي موجوده جواه زي ايه؟ عندي حاجه اسمها الجيت والبوست والديليت خلاص والبوت واوبشن. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجيت والبوت. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنعرفه كمان شويه، بس اللي انا عايز اوصل له، انا دلوقتي الريكوست وهو طالع من هنا اهو، خلينا نعمل رن، هنعمل رن كل شويه معلش. لما بدوس على اللوجن الريكوست وهو طالع يبقى متحدد فيه انا اخترت الميثود ايه، يا ترى هل هي جيت ولا بوست. طيب الريكوست نفسه بيبقى طالع عباره عن ايه؟ بيبقى طالع عن ادرس خلاص وهيدر وبودي، تمام؟ لو خلاص انا مختار زي ما هنعمل كمان شويه ان الميثود بتاعتي جيت، هلاقي الداتا بتاعتي موجوده فين؟ موجوده في الادرس، يعني هلاقيها موجوده هنا. يعني انا لو عندي فيرست نيم او لاست نيم هلاقيهم موجودين فين؟ فوق. فيرست نيم او باسورد هلاقي الحاجات دي مكتوبه فين؟ في اليو ار ال بتاعي فوق. طيب حلو الكلام. لو بوست لا، الداتا بتبقى موجوده فين؟ جوه البوست. طيب قبل ما نتكلم عن الحته دي محتاجين نتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها السيرفلت لايف سايكل. السيرفلت اول ما بيبتدي يروح على حاجه اسمها الانت ميثود بتعمل انيشاليزيشن للسيرفلت. بعد ما عملنا انيشاليزيشن عندي ميثود مهمه جدا اسمها سيرفيس. السيرفيس ميثود دي تعتبر المين ميثود بتاعه السيرفلت. دي بتكريت كل ده انت مش شايفه، بتكريت ثريدايه من مجرد ما انت بتعمل ريكوست، هي بتكريت ثريدايه وتبدا تشوف الريكوست اللي جاي ده نوعه ايه. ها يعني ايه نوعه ايه؟ نوعه بوت ولا نوعه جيت؟ لو نوعه جيت مثلا بتروح توديه على الميثود اللي انا عامل لها اوفر رايد، هو عامل لها اوفر رايد تلقائي اللي اسمها جيت اهي، ويبدا ينفذ الكود اللي موجود جواه. طيب لو هي بوست يروح موديها على الميثود اللي اسمها بوست. طيب سؤال مهم جدا، ايه البروسيس ريكويست اللي موجوده هنا فوق؟ لو انا مش عايز خلاص ان انا اكتب، يعني انا عايز كود ثابت بالنسبه للجيت والبوست هيهندل الاثنين، فبروح منادي البروسيس ريكويست هنا في الجيت ومناداها في البروسيس ريكويست هنا في البوست خلاص، ومجرد ما نادتها اروح جاي ننفذ الكود اللي موجود جوه البروسيس ريكويست. لكن لو انا عايز انفذ خلاص كود ده مستقل وده مستقل لوحده، فببدا خلاص اعمل كومنت هنا البروسيس ريكويست، وده اللي انا هعمله دلوقتي فعلا، ونفس الكلام في البوست، ونبدا نجرب نشوف هنستخدم الاثنين ازاي. يلا بينا. انا دلوقتي عايز لما ادوس على زرار اللوجن يروح رايح فين؟ يروح رايح على الميثود بتاعت الجيت. فاول حاجه مش هروح على الميثود بتاعت الجيت وبس، ده انا لازم في الاول اقول له انت هتروح على السيرفلت ده، هتروح على الجيت نفسه. طب اعمل كده ازاي؟ الفورم دي بقول لها الاكشن بتاعك انت هتروحي على مين؟ على السيرفر كلوز. حلو الكلام. طيب نوع الميثود اللي انت هتستخدميها اسمها مين؟ جيت. خلص فكده الريكوست طالع، عارف ان هو رايح على السيرفر كلوز، الميثود بتاعته مين؟ جيت. الداتا بتاعته موجوده فين؟ في البادي ولا في الادرس؟ موجوده في الادرس. طب يلا بينا. حلو، نروح بقى على الجيت نهندل الكود بتاعنا. لما يجي احنا عايزين نعرض مثلا الفيرست نيم واللاست نيم، تعالى نشوف هنعرضها ازاي. نرجع تاني للسيرفلت، بص بقى في كود هو كاتبه جاهز، تعالى ناخد الكاتب ديست ونشرحه. نأجل الحته دي دقيقه ونتكلم على اللي تحت، يعني نأجل التراي واللي موجود جوه ده دقيقه ونتكلم على الجزء اللي تحت. ده كود اتش تي ام ال عادي جدا خلاص، تمام، عشان اعرض الداتا اللي انا عايز اعرضها عن الكلاس. فببدا عادي اكتب جوه، ينفع اكتب جوه السيرفر اتش تي ام ال كود؟ اه ده اللي شايفه.
عادي جدا مفيش مشكله، بس ببدا اتبع تعليمات ال HTML. HTML طبعا فاتحه وقافله في الاخر، الهيد خلاص، البادي، وكاتب التايتل بتاعي كاني بعمل صفحه عادي، او ممكن اكريت صفحه هنا في الويب بيجز واجي هنا واقول له ايه، انت هتروح على الصفحه دي، بمجرد ما يدوس على الزرار هتروح على الصفحه دي. طيب جميل جدا، حلو الكلام. طيب نرجع بقى للحته اللي احنا عجبناها، ايه الشكل اللي حضرتك شايفه ده؟ ده تراي من غير كاتش، هو ينفع تراي من غير كاتش بالمنظر ده؟ اه. الجيت رايتر دي ميثود بتتهندل جوه مين؟ جوه الانبوت او بالاكسبشن، فممكن اعملها بالشكل ده، افتح كوس واروح اقفل الكوس تمام، واكتب الميثود اللي انا عايز اهندلها خلاص جوه التراي، وبما اني انا عامل فوق ثروز انبوت او اكسبشن فخلاص هي مش محتاجه اكتب لها كاتش، بس طبعا لو ضربت هتبقى في مشكله، هبقى مش عارف اوجه اللي قدام. ماشي، دي طريقه مطلوبه. طيب جميل جدا. برنت رايتر اوت ريسبونس تو جيت رايتر، عارف البرنت رايتر ده عامل زي ايه؟ زي القلم اللي انا بكتب بيه على الصفحه بتاعت الكلاينت، يعني انا لما مجرد الراجل ما يعمل رن اهو، رن فايل حلو، وداس على اللوجن هوديه على صفحه، الصفحه دي هيبقى مكتوب فيها شويه حاجات تمام. القلم اللي انا بكتب بيه ده اللي هو مين؟ الاوت. طيب عشان اكتب بقى خلاص انا محتاج الاوبجكت نفسه الريسبونس، ما انا دلوقتي هو خارج من الكلاينت مين؟ خارج من عند الريكوست، انا هرد عليه مين؟ ريسبونس. الاوبجكت اللي انا بكتب بيه عشان اجيبه واكتب بيه عندي ميثود اسمها مين؟ جيت رايتر. دي بتتهندل زي ما قلنا جوه انبوت اوت اكسبشن، خلاص مجبر ان انا لازم يكون عندي تراي وكاتش طبعا، وفي نفس الوقت خلاص هي بترجع لي الاوبجكت اللي انا اقدر اكتب بيه خلاص، يعني بتخلي الاوت دي ريفرنس الاوبجكت اللي انا هكتب بيه عند الكلاينت. طب حلو الكلام، يعني انا دلوقتي لو عملت رن المفروض هيطلع عندي صفحه، تعال نسمي الصفحه دي اهو، التايتل بتاعها هنسميه سكند مثلا بيج ريكويست دوت جيت كونتكست باس، ده بيرجع لي كونتكست باس اللي احنا كنا كاتبينه كمان شويه، اسم البروجكت بتاعي او الفولدر بتاعي اللي جواه البروجكت اللي جواه الفايلز بتاعتي. طيب حلو الكلام، تعالوا نعمل رن ونشوف. يعني انا دلوقتي لما اعمل رن وادوس على اللوجن خلاص انا مش حاطط اي شروط، بمجرد ما ادوس على اللوجن المفروض ينفذ لي الكلام ده. طيب اهو فعلا قال لي ايه ده كاتب سيرفر كلاس، انا مسميها سيرفر كلاس، انا مسميها سكند بيج، عايزين نشوف الحته دي. تاني حاجه قال لي الريكوست بتاعك ايه؟ ها ماي فيرست سيرفر، فكده مفيش مشكله. طيب جميل جدا، عايزين نعمل بيلد هنا، كلين اند بيلد، ونجرب نعمل ران كمان مره، ران فايل سكند بيج اهو، خلاص ظهرت عندي مفيش اي مشكله، وقال لي ماي فيلم. طيب حلو الكلام، يلا بينا بقى نبعت بارامتر فعليا. انا عايز بمجرد ما يدوس على اللوجن يقول له ان انت اسمك عبد الرحمن واللاست نيم اسمك صبر، فتعالى نجرب. يلا انا عايز اعمل كده، هاجي جوه البادي، مش انا هطلع الداتا بتاعتي في الصفحه نفسها في البادي. طب حلو، اوت القلم اللي انا بكتب بيه دوت ريد لاين، حلو الكلام، وهاجي هنا واروح كاتب مثلا فيرست نيم جوه دبل كوتيشن طبعا، خلاص هوم كات عادي جدا كانها سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. ها الداتا وهي جايه لي من الكلاينت جايه لي كايه؟ ما اتفقنا عندي ريكويست وريسبونس، هو لما بيدوس على اللوجن جاي لي انا كسيرفر ريكويست، وهرد عليه مين؟ ريسبونس. طب حلو الكلام، يبقى هكتب عندي هنا ريكويست، ما اتفقنا الداتا لما بتيجي بتسمع السيرفيس ميثود بتخليها تسمع في الجيت ميثود. طب حلو جدا،
الريكوست خلاص انا عندي تو بارامتر، عندي حاجه اسمها ريكوست وعندي حاجه اسمها ريسبونس. الريكوست بيسمع مباشره فين؟ في كلمه ريكوست اللي موجوده هنا دي. هكتب ريكوست دوت جيت بارامتر. حلو، هنفهم دلوقتي ايه اللي انا كاتبه ده، واكتب هنا اسم البارامتر. فاهم حاجه؟ ده معناه ايه؟ الريفرنس بتاعي اللي هو ده، عشان اجيب الداتا اللي موجوده جوه التكست فيلد ده، فبكتب اسمه عشان اعرف ارجعها. طب حلو جدا، فيرست نيم. تعالى ناخد الكلام ده كوبي بيست ونعمل اللاست نيم اهو، نغير دي نسميها لاست نيم. طب حلو الكلام، ونكتب هنا لاست نيم. طيب تعالوا نعمل ران ونشوف. لا ما كانتش كده، كان اسمها ال نيم صح كده؟ كان اسمها ال نيم. مظبوط. نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل عندي. فيرست نيم عبده، لاست نيم صفرة. تعالوا نعمل لوجن، مفيش اي حاجة ظهرت. طيب نشوف ايه المشكلة. احنا قلنا الاكشن بتاعي سيرفر كلوز، سيرفر كلوز، دي بيجيب مفيش اي مشكلة. الميثود بتاعتي مين؟ جيت. طيب ممكن نعمل تريس، بس الاول نعمل برضه تمام مرة كلين ولا دوت، ممكن يكون مش شايف الحاجة بتاعتي. ويلا بينا نجرب. ضرب فايل فيرست نيم عبده، لاست نيم صفرة، ندوس على اللوجن اهو، فيرست نيم عبده، لاست نيم صفرة. طيب جميل جدا، نازلين في بعض. عشان ننزلهم بقى خلاص ملوش لازمة التريس اللي احنا كنا هنعمله. نعمل هنا كونكات خلاص. بصوا بقى هكتب تجايز اتش تي ام ال اللي هي من البي ار عشان تنزلني سطر لتحت. الدبل كوتيشن طبعا. نعمل ران كمان مره. لما يهنج معايا ده مش معناه، لما الاوتبوت ما يطلعش صح ده مش معناه ان انت كاتب حاجه غلط. ممكن احيانا الميلينج تبقى فيها تهنيجه شويه، فبتعمل كلين وبيض اشتغل معاك عادي اهو، برضه مش مسمع مع اني انا كاتب بي ار كلين وبيض. في مشكله عندنا في الجهاز، هو المفروض ما اعملش كده طبعا. رن فايل عبده صفر، لوجين ثلاث سنين عبده ونص سنين صفر. طيب جميل جدا. هو طبعا عشان انا برضو بعمل كليك يمين ورن، لما كمان شويه هعمل رن هنا من هنا، المفروض يعني ما تبقاش في مشاكل كتيره تظهر عندي لاني هو بيعمل ريبورت كده كده. طيب جميل جدا. هل انا عامل ويب سايت عشان اكتب اسماء البارامترز في ايديا؟ ده انا ممكن يكون عندي مليون بارامتر خلاص، فاكيد طبعا مش هيبقى فيه المنظر ده. فعايزين نحل المشكله دي، نحلها ازاي؟ ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. عايز اتعامل مع البارامترز بتاعتي دايناميك. عندي حاجه اسمها انيميريشن بحاجه من الجينيركس، طبعا احنا المفروض كانت هتبقى في الكورس بتاعنا بس ما لحقناش نتكلم عليها. ايه الانامبل دي؟ بس في الاول نسميها بارامتر. دي عباره عن ليست خلاص اوف كونكت، البارامترز بتاعتي بتبقى فاينل وستاتيك، هي التايتل بتاعها ليست اوف كود كونكت. زي مثلا لو تسمعوا عن روبن هود برنس اوف فيز، ده التايتل بتاعها، ده ليست اوف كونكت. كل البارامترز بتاعتها بتبقى موجوده كونكت. طيب الميزه اللي فيها ايه؟ الميزه ان انا كل ما هجيب الداتا وارميها انا مش محتاج احدد لها، مش محتاج احدد لها سايز، تمام؟ هتتخزن. يبقى كل ما اجيب داتا وارمي هتتخزن فيها.
مش كده وبس، انا بجيب الداتا ومش عارف كميه البارامترز اللي موجوده عندي قد ايه، فعلى حسب كم الداتا هي بتخزن السايز بتاعها. يعني الاري انا ممكن اعمل لها السايز بتاعها 2 خلاص، بس انا مش عرفني ان البارامتر اللي جاي لي 2، ما ممكن يكونوا 3 ممكن يكونوا 4 خلاص. فهنا الميزه اللي فيها ان هي لا انا مش محتاج ان انا احدد سايز، هروح جاي هنا واروح كاتب انا جاي لي البارامتر اللي فين في الريكوست. جميل جدا. دوت جيت بارامتر نيم كده كده، جيت بارامتر، جيت بارامتر نيمز دي بترجع مين؟ بترجع انم. طب حلو الكلام، واجي هنا واقول هو ايه بارامتر اللي هي الانم بتاعتي مالها؟ كاتبينها صح؟ لا مش كاتبينها صح. بارامترز اوكي، يا بارامتر دي ايه؟ بارامتر دي اي دي ولا اي؟ مش فاهم، ما عليك. بارامترز دوت هاز مور اليمنت، بتتشيك كده مثل الجينيريك، في حاجه ممتعه جدا جدا جدا، موفره لك كل الميثودز اللي في الدنيا. عندك ميثود تشيك تشوف انت عندك داتا ولا لا، عندك بس تشوف لك الاليمنت اللي جاي الاندكس اللي جاي فيه داتا ولا لا، لو فيه تروح تتنقل عليه وتجيب لك الداتا اللي موجوده جواه تلقائي. حاجه لذيذه جدا يعني. الداتا بتتخزن دايناميك خلاص، انت مش محتاج تحدد سايز، فدي ميزه حاجه زي الانام خلاص، اللي هي نوع من انواع الايه كده. طيب هكتب هنا مثلا، هنكتب ايه هنكتب ايه هنكتب ايه؟ نعرف هنا في الاول سترينج البارامتر نفسه، البارامتر نيم خلاص. البارامتر نيم اللي انا قصدي بيه مين؟ ها قصدي بيه اللي هو ده، انا عايز لما الداتا ترجع خلاص اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم يرجعوا فين؟ في البارامتر نيم. حلو الكلام، هاجي هنا واقول له ان البارامتر نيم ايكوال بارامترز الانام بتاعتي بقى، الانام بتاعتي دوت ها دوت نيكست اليمنت اهو. الميثود دي بتعمل ايه؟ بتوديني انا دلوقتي بقول له انت عندك اليمنتس؟ قال لي اه. فبقول له دوت نيكست اليمنتس بيوديني على اول اليمنت. كاني اقول لك مثال عليها، عارفين الشطرنج؟ انا واقف مثلا بالوزير على المربع الابيض، عايز اتحرك، عندي حاجه عايز اعمل لها اتاك على المربع الاسود، طب اعمل ايه؟ بروح متحرك من المربع الابيض خطوه لقدام من المربع الاسود عشان اعمل اتاك للحاجه دي. بارامترز دوت نيكست مين بتاع دوت نيكست اليمنت بتعمل ايه؟ بتحركني من المربع الابيض خلاص للمربع مين؟ الاسود، عشان ابدا اخد الداتا اللي موجوده جواه. بس الداتا بتبقى راجعه على هيئه مين؟ نم. طب هي اصلا انا هنا البارامتر نيم نوعها ايه؟ سترينج، والداتا نفسها نوعها ايه؟ ها فيرست نيم، دي كلمه سترينج خلاص. فبروح كاتب هنا بعمل لها كاست، بقول له الداتا كده كده اللي راجعه دي نوعها ايه؟ نوعها سترينج، مفيش مشكله خلاص. بتبدا تسمع في البارامتر نيم، ببدا بعد كده اقول له اوت دوت سترينج، انت مين يا باشا؟ برنت لاين. ابدا بقى قول لي ايه؟ نفس الكلام اللي احنا كنا كاتبينه هنا، ناخدهم كوبي بيست يلا عشان ننجز. كنترول سي نيجي هنا، كنترول في فيرست نيم، مش هتبقى فيرست نيم، امال انا عامل البارامترز دي ليه؟ خلاص انا هكتب هنا فيرست نيم، اوكي لا الفيرست نيم مفيش مشكله، لو انا عايز اقول الفيرست نيم ايكوال كذا، بس هنا هتبقى ريكويست دوت جيت بارامتر، مش هتبقى اف نيم، امال هتبقى مين؟ ها بارامتر دي هيبقى راجع فيها مين؟ اسم البارامتر. حلو، يبقى اول مره بيمشي بالترتيب، اول انبوت كان عندي مين؟ كان فيرست نيم، فيروح هنا بارامتر نيم. حلو الكلام، نشيل دي بقى. طيب برضو عشان تظبط، مش هتظبط بالشكل ده خلاص، نعملها كده، نكتب هنا بارامتر نيم ماشي، ونيجي هنا نعمل كونكات بالشكل ده.
يبقى هيكتب فيرست نيم مثلا البارامتر نيم بتاعي، يبقى ادي اول لفه. طيب تاني لفه، يعني انا دلوقتي اول لفه هتسمع مين؟ هتسمع عندي ده اللي هو الفيرست نيم، الفيرست نيم والداتا بتاعته. طيب تاني لفه اللي هو الوايل لوب هتبقى مين؟ ها اللاست نيم. طيب سامع عندي اللاست نيم والداتا بتاعته. طب تعالوا نجرب، يلا بينا نعمل رن. اوكي جينا نعمل داون فايل ونجرب. عبده صفرة ويندوز لوجن فيرست نيم عبده لاست نيم صفرة، ده القديم، ده مش احنا خالص. هنعمل ايه بقى؟ ها نفس الحركة اللي احنا متعودين عليها، كلين وبيلد. المفروض يظهر عندي اف نيم وال نيم. عبده صفرة نعمل لوجن اهو، اف نيم ايكوال عبده لاست نيم ايكوال عبده. طب حلو الكلام. بص بقى الجيت ميثود ده ايه الفرق بينها وبين البوست؟ بص الجيت مصيبه سودا كارثه، الداتا بتاعتك كلها موجوده فين؟ بعد علامه الاستفهام دي بيبدا يروح حاطط لك الداتا بتاعتك كلها. يعني انت لو بتعمل لوجن على الفيسبوك اليوزر نيم والباسورد بتاعك بقوا في اليو ار ال، يعني اي حد هيجي يكتب في اليو ار ال خلاص هيلاقي اليو ار ال ده اصلا متسجل متكيش عنده، فيقدر يشوف اليوزر نيم والباسورد بتاعه فمتسجل. فدي طبعا كارثه مع الحاجات اللي زي اليوزر نيم والباسورد، او لو انت تخيل بتكتب رقم الفيزا بتاعتك عشان تشتري حاجه من على الانترنت. طيب فايه الحل في الحاجات اللي زي دي؟ خلاص تعالوا ناخد الكود ده بقى كابي بيست زي ما هو ونروح ننقله فين؟ في البوست. كنترول سي، نروح رايحين على البوست ميثود ونكتب الكود ده هنا، ونروح على الاندكس دوت اتش ام ال اتش تي ام ال. هنخلي الاكشن بتاع الميثود بتاعتي هتبقى مين؟ بوست. ونعمل ران، نعمل كلين وبيلد بقى بما ان هو مهمج عندي، كلين اند بيلد خلاص. ونعمل ران فايل، حاضر هستنى. نكتب عبده صفرة، بص مفيش حاجة ظهرت عندي في اليو ار ال. بالمناسبة لو انت عملت رن من هنا برضو خلاص عادي جدا فتح لك الصفحة دي. فتح الصفحة دي بيبقى باي ديفولت بيفتح الصفحة اللي انت كريتها اللي هي الاندكس دوت اتش اللي هو كريتها لك، يعني ده الديفولت بتاعي. لو عايز اغيرها هقول لك كمان شوية اغيرها. طيب حلو الكلام، يبقى كده عرفنا الفرق بين الجيت والبوست. تعالوا نفتح صفحة تانية خلاص. بنيجي هنا نكتب في الويب بيج نيو اتش تي ام ال فايل، هنسميها سكسس مثلا، سكسس بيج، وندوس فينش ونكتب هنا ويلكم تو سيرفلت مثلا خلاص. نكتب هنا سيرفلت التايتل بتاعي او نسميها سكسس يا رب. ونيجي هنا على السيرفر كلوز. احنا دلوقتي بنروح فين؟ بنروح للبوست. هنجرب حاجه صغيره، عايزه ادي مقدمه عن المعمل اللي هيبقى جاي ان شاء الله. بص كده هو فين؟ ادي الكومنت اهو. انا قلت برد مين؟ برد بريسبونس. بص كده ريسبونس دوت سند ريدايركت، وبكتب اسم الصفحه اللي انا عايز اروح لها سكسس دوت اتش تي ام ال خلاص. وتعالوا نعمل رن، مش لازم طبعا اكتب عبد، انا مش حاطط شروط، يعني مش لازم اكتب البارامترز بتاعتي. ايه ده؟ ما راحش. ده طلع لي فيرست نيم ولاست نيم. نعمل كلين وريبل. مش هيعمل معاك كده في البيت ما تقلقش، انا عندي انا مشكله في النت دي، لكن انت ما تقلقش من الحته دي. نعمل رن كمان مره.
ويلكم تو سيرفلتس، او راح على صفحه اللي اسمها سكسس. طبعا دي في كيس سنستر، يعني انت لو عملت كده سكسس كينو بيلد معذبني معاك. يلا نعمل رن. اتش تي تي بي ستيتس 404 دي هتشوفها كتير وانت بتبرمج ويب، ده معناه ان ايه الريسورس بتاعك مش موجود، رايح على ريسورس انت مش موجود عندك. خلاص بكتب هنا سكسس، خلاص رجعها زي ما كانت. وبكده يكون المعمل بتاع طبعا اول جزء في السيرفر انتهى. ان شاء الله هنكمل باذن الله في المعمل اللي جاي. شكرا.